شغل بالنسبة للفريق أو للحارس شعال، وفيها طبعا ذكاء اللاعب اللي راح ينفذ، والحظ كذلك يلعب دوره في مثل هذه المناسبات. إذن ضربة الجزاء في الدقيقة التاسعة، هل يتمكن بن موسى من فتح باب التسجيل، وهل يمكن لشعال أنه يتصدى لهذه الكرة؟ تبقى الحديث مع تنفيذ هذه ضربة الجزاء هذه. إذن وبن موسى يسجل الهدف، بن موسى يسجل الهدف الأول ويركن الكرة في شباك الحارس شعال، رغم الارتماء نتاعه في الاتجاه المعاكس. طبعا بن موسى يسجل بقوة وبقوة كبيرة جدا ضربة الجزاء، هدف مقابل صفر، الهدف الذي راح يكون ربما المحفز لفريق